الصراحة لقيت بطني ما عم يكبر. قمت رحت لعند داعية تاني. ما فهمت عليك خير. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. قولي شو في؟ يعني طلع الحبل مو مزبوط. لك شلون مو مزبوط؟ الداعية الأولانية لما اجيت كانت عم تكذب علينا. ما كذبت علينا، بس هي فكرتني حبلة. لك شلون يعني؟ طلعت ما بتفهم؟ لا مو هيك. لك شو؟ يعني أنا كانت ظاهرة علي علامات بتأكد إنه أنا حبلة. إيه؟ هاد بيسموه حبل كذابي. على قدر ما زعلت على مرحي وتمنيت إنه يجيني ولد بيّنت علي علامات الحمل. ماشي الحال، بكرة بتروحي لعداية تاني وبتشوفي شو الله بيخلي معنا. خلي أملك بالله كبير. شفت كذا داعي كلهم قالوا لي حبلك كذب، مو بس هيك قالوا لي كمان إنه ممكن يكبر بطنك وبالآخر ما يكون في ولد. ليش هيك عشمتيني بالولد يا أم رعي؟ لك بنيت كل الأيام الجاي إنه رح نصير ثلاثة، وبلشت أحلم إنه طعمي هالولد بإيدي ولبسه الطربوش وتقطيب الأبقام حولي. يطلع حلمي كابوس يا مرعي، كابوس. طول بالك يا رجال. لك على شو بدي طول بالي؟ على قلبي رح يوقف لما على روحي رح تطلع من جوات صدري. شو بلا ابو مرعي، صلي على النبي واستهدي بالله. لا اله الا الله، وهذا الحبل الكذابي اللي ما بيصير لك الحين ومين صار على حظي أنا، صار معي أنا. وحد الله يا رجال، وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تركني بحالي يا مرعي. لا ماني تاركتك. لك عمل لك تركني بحالي. تركني بحالي. كنت صابر ونايم على جرحي يا رب، جرح صار جرحين. ويلك يا مرعي، ما في غيرك يا ابني يدمر لي الجرح. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.